يا سلام. زين بدك تعطر قلوبنا شوي شيخ عبد الرحيم. ابشر ان شاء الله. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لسيدنا عمر، انتبهوا يا عمر، اذا دخلت على مريض فمره فليدعو لك، فان دعاءه كدعاء الملائكه. عاده نحن ندعو، ماشي ندعو للمريض، لكن اسمع لاول مره ان نحن المحتاجين لدعاء المريض. فالنبي صلى الله عليه وسلم امر سيدنا عمر بهذا، اذا دخلت على مريض فمره فليدعو لك، فان دعاءه كدعاء الملائكه، لان الله عنده. مرضت يا عبدي، قال في حديث قدسي، فلم تعدني، كيف اعودك وانت رب العالمين؟ انت ما تمرض سبحانك. قال اما مرض عبدي فلانا فلم تعده، اما علمت انك لو عدته لوجدتني عنده. وكذلك حديث اخر يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث، من قال حين يصبح اللهم انت خلقتني وانت تهديني وانت تطعمني وانت تسقيني وانت تميتني وانت تحييني، من قالها لم يسال الله شيئا الا اعطاه اياه. الله اكبر. وحديث اخر، جاء رجل الى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان ارتكبت ذنوبا عظيمه هل لي توبه؟ ما قال امشي حج ولا امشي استغفر. قال هل لك ام؟ قال للاسف متوفي. هل لك خاله؟ قال نعم. قال اذهب فبرها يغفر الله ذنبك. الله اكبر. فهلا هلا في بر وزياره الخالات والقيام ان شاء الله باعمال الخير. بارك الله. جزاك الله خير. رحم الله والديك شيخ عبد الرحيم يا مرحبا. يجي